الو، ايه يا ماما؟ بص، انت رنيت عليا كذا مره. في ايه؟ كنت بطبخ. ايوه، كان هتكلميني بمناسبه الطبخ. اهلا، فهمت انت رنيت كل الرن ده ليه. حكيمي، انت ما عدتش بترني عليا الا عشان النصايب، والنصايب ما بتجيش الا بسبب ايه؟ بسبب الجوز اللي مطلعنا. انت اكيد بقى رن عليكم وقال لكم انتوا المجرمه الشرسه القاتله الماجوره. ها، ايوه، قاتله ماجوره. ايوه، انت مش عارفه الموضوع ده ولا ايه؟ انت من الزمن القديم. ايوه، انت ما حضرتيش انت جون ويك والكلام من ده. ايوه، موضوع خطير، موضوع خطير. وهو طلع نفسه بقى الملاك البريء ابو قلب طيب. ايوه. لا، الاسلوب اللي انت بتتكلمي ده ما عادش بيجيب خلاص. الكلام ده كان يجيبه انا عندك في البيت، انما دلوقتي ما عادش بيجيب خلاص. مش عاجبك اقفلي اقفلي وهتشوفي. بص، هتشوفي سواد، هتشوفي سواد والله. هنلم العيلتين بقى وبصوا هتسمعوا كلام، يعني والله مش هتتبسطوا، مش هتتبسطوا. عايز تقفلي اقفلي، انما لا، انا اقول لك بقى شروطي وتروحوا تقولها له. ايوه، طالما هو استعان بيكم بقى. طالما استعان بيكم وطلعنا انا بقى ايه، انا الشيطانه وهو الملاك واللي مفيش منه اتنين، خلاص بقى انتوا الحل الوسط اللي بينهم. بص يا ست الكل، انا ما كنتش اتوقع ان انا اتحط في موقف زي ده في يوم من الايام، اصحى من النوم عشان اطلع الفرخه من الفريزر تفك. ها، انا ما كنتش اتوقع، انا ذات نفسي ما كنتش اتوقع. انتوا متوقعين لان ده انتوا عارفين الحياه ديت، انما انا ما كنتش عارفاها. انا كنت كان في حياه تانية رسمها، بس طبعا الرسم باظ، الرسم باظ والتكتيك باظ. مش مشكله، هنعدل كل ده المسار. صبر صبر صبر. بص، انا اعوذ بالله من كلمه انا، قعدت بحط المعلقه في ودني. انت متخيله المقلايه بقت ملازماني ال 24 ساعه؟ انت متخيله ان المقلايه تكون هي صديقه الصدوق؟ ها، تكون هي البيست فريند بتاعتي؟ انت متخيله؟ انت مش متخيله. لا، ما هو انت مش متخيله ليه؟ لان انت تخيلت من زمان، فدلوقتي انت مش هتتخيليني. ها، انا عارف. بص يا ماما، انا مش هطبخ له الاكل اللي هو عايزه. انا ما بحبش الاكل ده. الاكل اللي انا بحبه انا اللي اطبخه، بس عاجبه مش عاجبه براحته، يسيب البيت ويمشي. انما انا لا، اللي عايز يسيب البيت يمشي، انا مش همشي. انا قاعده، ده بيتي يا ماما حبيبتي، بيتي. انا ما بحبش اللحم، انا كائن نباتي، انا ما بحبش اللحمه. طالما ما بحبش اللحمه ما ياكلش لحمه. يتطبع على طبعي يا حبيبتي، في ايه؟ ايه المشكله لما يتطبع على طبعي يعني؟ ايه المشكله؟ طب ما انا ما بحبش السمك وبقشر له السمك بتاعه. ها، انا بقشر له السمك بتاعه عشان هو ما بيعرفش ياكل السمك لما يكون متقشر، لسه طفل بيرضع. اقول ايه؟ يا رب انت عارف. اقول ايه بس؟ بصي يا وليه، انت لا تقفي معايا يا ما عدتش تكلميني. ايوه، المفروض تكون واقفه في ظهري كده. انا عملت غلط، قولي انت. انا واقفه معاكي، صح، انا واقفه معاكي. تكوني ماشيه معايا في اي طريق، اي سكه. انا عايزك تطبلي لي. ايوه، عايزك تطبلي لي. انت مش بتطبلي لي ليه؟ ها، انت مش بتطبلي لي زي بقيه الامهات ليه؟ انت في ايه بالظبط؟ انت روح قولي له بقى، البت مش هتطبخ لك الاكل غير الاكل اللي هي بتحبه. هو بقى بص، بيحب لحمه، بيحب كل الاكل. انا الاكل اللي على مزاجي واللي انا بحبه انا هطبخه. ها، انا قلت لك لو هطبخ كل يوم مكرونه، لو هعمل كل يوم اندومي، انا هعمل اللي انا عايزاه. هو كان اتفق معاكم ان انا اطبخ له الاكل اللي هو بيحبه؟ ما اتفقش في النقطه دي، يبقى لا حرج مني بقى، ما عنديش. اهو انا غلطان؟ مش غلطان. انتوا لو كنتوا فهمتوني كنت انا عملت حساب، انما لا، انتوا عايزيني انا اغير البروتوكول بتاعي وبعدين اطبخ له الاكل اللي هو بيحبه وانا ما بحبوش. ليه يا ماما؟ انا ما باكلش لحمه، ما باكلش فراخ، وفي حاجات كتير ما باكلهاش هو بياكلها. انا كائنه نباتيه. ايوه، كائنه نباتيه. فهو يتاقلم زي ما انا متاقلمه معاه وعايشه معاه. ها، ومستحمله وحاجات كتير، حاجات كتير والله. وساعات بعصر على نفسي ليمونه عشان اقول اعدي يا بنتي وخليكي كده اهو قويه كده، واستحملي خليكي مثال للمراه الحديديه. انما لا، هو مش عايزنا نستحمل، بس هو براحته بقى. خليه يستعين بيكم وانفعوا بقى، انفعوا بعض. وحياه ربنا هتتكلمي كلمه معايا تاني، ما بص هبهدلك الدنيا. ها، هبهدلك الدنيا. ايوه، انا بتكلم كده. انا ما عدتش عندك خلاص، كلامك دوت كان يتقال عندك الاول، انما كنت خاف منك وكش منك. انما لا، دلوقتي لا، انا بقيت مجرمه خلاص، انا بقيت مجرمه.